عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر وغيرها من القيادات الحزبية نشوفوا فيهم في كل مناسبة يعملوا تحركات تصعيدية كما الدخول في إضراب جوع اعتصامات شنو إنه هذي من أجل كما يحكي وهم ويصرحوا من أجل الشعب ومصلحة الوطن أم من أجل السلطة والكرسي؟ لا أختي، هي مش من أجل مصلحة الشعب، لأن هذيك كلها هي مسرحيات. هم يعني بارعين في كتابة السيناريو والإخراج، كل الطبقة السياسية في تونس، فهمتني ولا؟ يعني هي ماهيش دارس السياسة، هم خارجي المسرح، خارجي مسرح، هم يكتبوا في سيناريوات وإخراجها وأحداث. معناها أنت تفرجي في مهزلة سياسية وليست نشاط سياسي. كلهم يفكروا في مصالحهم ممكن وفي الحكم. وينهم؟ باش نفعونا، باش زادونا. نهار كامل لابست لي كاسكا وتهريش في مجلس النواب وتعتصموا في السيف، هذه تضحية، هذاك نضال يا أختي، ما هوش نضال هذاك، راهو فاش نضال، هي مسرحية. هنا نعانيو، هنا نقاسيو، وهنا معناها تعبين. والله ما نصدق حد حتى اللي يقول راني عملت ضرب جوع وكل حاجات، راه تلقى في بيته ليه لكمت غاديك حبي في كريستو، فهمت ولا ليه؟ وبعد يخرج يحسب روحه عامل اضراب، تي فين بربي؟ انا ما نصدق حتى واحد. أنا نشوفوا سيارات إسعاف حماية مدنية كل مرة تجي تهز واحد مثلا تهزه للسبيطار خاطر سايق، يقول لك معناتها بسبب اضراب. اللي عادش بيه ما يمثلوش، يعرفوا يمثلوا زاد كيما مثلوا على الشعب العام كله، على ما يمثلوش توا ينجموا يمثلوا حتى توا. تو شعب تونس يوم 25 جويلية قال كلمته، قالها بوضوح، شعب تونس كامل خرج ضد ضد ضدهم، المنظومه هذه كلها ضدهم، ما عادش يحبوا التوانسه، الناس متثقفه راهو، ما يحبوش قالوا ما يحبوش الاحزاب، ما يحبوش الاحزاب، نحبوا مثلا ملينا، معناها شفناهم الاحزاب، جانا جربناهم، حدش نساش شنو اللي قدموا لتونس، شنو هي الحاجه اللي قدموا؟ كي يتكالبوا كان على الكرسي وعلى المصالح، ماهمش اهل نتاع السياسه، دخلوا البلاد في حيط، وتوا اللي يعملوا فيها خزعبلات، علاش؟ على خاطر عارفين خاطر انتخابات الشعب تونس مش منتخب، فهمني؟ يعملوا في خزعبلات ويعملوا في العصافه العجله، ها ماهم احزاب وعندهم شعبيه وعندهم، ها عندنا لوديسات، مش عندنا لوديسات انتخابات تشريعيه وانتخابات على الافراد، ما هي عندها شعبيه عبير موسى، ما هي عندها شعبيه، علاش ما تدخلش للانتخابات وينتخبوها؟ كان جات عندها 1% امل، راه ما تعملش شكل خزعبلات هذيك، مش هي بركة، وجماعه النهضه معاها يعملوا في خزعبلات وقاعدين يعملوا في الدوله ويشوشوا، علاش؟ مش هو في بالهم يسبوا في راي، كان جاوا عندهم شويه انسانيه، تذكر رمز نتاع البلاد هذاك، منتخبين 3 ملايين يسبوا في 3 ملايين اللي انتخبوه، والحمد لله تونس ان شاء الله ماشيين كل الاصلاح. نشوفها تهرج شويه عبير، فهمت كيفاش؟ فما سياسيين ما عندهاش حتى هدف، ما عندهاش حتى هدف يعني ولا حاجه هكا باش تقدم بها لتونس ولا برنامج لتونس، مجرد في البرلمان هاي تصيح وتعيط، هاي في الشارع تصيح وتعيط، ما ريت لها حتى شيء. دونك اللي تعمل فيه شنو هو تسميه؟ ولا تهريج، انا نشوف فيه تهريج، ما عندهاش، مجرد فهمت كاين خاطر تجي البلاصه السياديه كما الداخليه وتشلكها وكما شلكت البرلمان، سامحني هذا هكاك تولي ماهيش يعني اهدافها، الله اعلم شنو هي. انا عمري ما نمشي معاهم في الحديث، هذيك خزعبلات وتخطيط يعملوا فيه لاطاحه بالدوله، ما عندهم حتى شيء، هذا كل حب للشعب، هو هذا كل حب للوطن، عمره ما تجيك هكا، اللي يحب الشعب يحب الوطن ما يعملش الاعتصام، لازم يخدم بالعرق، يخدم مجانا بدون مقابل، هذاك اللي يحب الوطن، اما هذيك خزعبلات يعملوا فيها وتخطيط يعملوا فيها لتهديم الدوله، ما عندهم حتى حاجه، اما انا نحير الناس اللي تمشي معاهم، انا هذاك هو الانسان الوطني واللي فاهم الدوله واللي فاهم البلاد ما يتبعهمش، اللي يحب البلاد ويحب عمره ما يجيبك الطريقه هذيك، هذا كل حبهم الشعب، هذا كل حبها في الوطن، تجي تعمل اعتصام، هذا كلها خزعبلات. هذا كل من اجل مصالحهم الخاصه، توا ولاو يضربوا فهمتني في الجوع، يعطيهم جوع، توا ولاو فهمتني ضد، شنو اللي عملتوا لمده 10 سنين خليتوها البلاد، كي نقول لك يا ناس اللي يحس على البلاد، انا العشر سنين مرضت فيهم بالامراض الكل، خاطر نعرف شنية الطينه نتاعهم، تو ولينا نعملوا في اضراب جوع، في مسيرات، فهمتني ضد الحكومه،
شيء ما نجمش الانسان يفسروا شنو اللي عاملين وشنو اللي مازالوا يعملوا. هم يحسوا بابناء الشعب تاخذ في 6 ملايين هي شهريه في مجلس النواب او 4000 دينار هكا ولا 4000 دينار، علاش؟ يعني خلف البريم ومنحه التنقل ومنحه السكن يعني تصل الى 8000 دينار، علاش انت ما انت كمناضله وحاسب الشعب الفقير فهمتني ولا؟ علاش ما تاخوش 1000 دينار ولا 2000 دينار؟ علاش يعني على البروتوكول على المظهر باهي؟ يعني حركه حزب يعني طول عمرهم عايشين في الحبس. أول ما جاء عرضوا له في المطار أكثر واحد عاطف سرواله. طيب نشوفه في أكبر مجمع في شوفك الإدارة متاعهم شفتها منين جابوا الفلوس؟ وهما ديما حياة عمرهم في السرية وفي الحبس والبرة، منين حسب رأيك؟ ما أجندات خارجية تمول فيه منين؟ معناه يا حاجتين يا أجندات خارجية هما اللي سارقين البلاد. حسب رأيك شنو يخلي سياسي أنه يوصل يحرم روحه من الماكلة من الماء من كل شيء لدرجة أنه تتعكر وضعيته الصحية ويهزوه للسبيطار؟ من أجل الكرسي نجم يعمل كل شيء، من أجل الكرسي ومن أجل الاستغلال ومن أجل كل شيء يلزم يعمل كل شيء وكل شيء، ما إلا ربما عنده حاجات هو باش يتفخوا بها باش يتيحوا بها يزم يعمل، يزم يقتل روحه بالشر ويزم يتشرد ويزم يعمل كل شيء باش يولي هو من ظالم ويولي مظلوم. هذيك هي الحاجة العملية باش الناس كل يسكتوا يسكت الرأي العام، لأن ذاك تلقيه سارق تلقيه عامل فساد يتعمل حد. عمر الإنسان إذا كان يحب الوطن ويحب بلاده ويحب الشعب يعمل في الخزعبلات هذه. هو يا ريت يضرب جوع، يا ريت يضرب جوع، ويا ريت مستعدين يعملوا، مستعدين يعملوا يعملوا حرب أهلية في البلاد، مش يضرب. يا ريت كان جاوا في مقدورهم، ترى كان جا مجلس الشعب تونس مثقف وواعي وناس وتونس برجالها واقفة للبلاد، ترى راهو رانا ولينا كيما الصومال ولا كيما افغانستان ولا كيما دي ناس مستعدين يقتلوا على جال الكراسي فهمني، مش يضرب يريد يضرب جوع، تضرب جوع هاو بالكدا يضرب جوع كيعملوا فيه، اما ما لقاوش ليديهم. توما حبوا البارح قلت البارح ولا البارح حبوا يعملوا غير برك تقتل لهم الدوله والحاكم فصلوهم حطوا جماعه لهنا وجماعه حطوهم فينا اشغال باش ما تصيرش اقتتال وما تصيرش مش حبوا يعملوا فوضى في البلاد. والله شيء يدوخ. انا واحد من الناس توا وقفت لي مخي هذايا عبي الموس شنيش، وانت عم توصل باش عم توصل للسلطه تمضمض تقعدش الى يوم يبعثون ما عادش حتى حد ينتخبها. اتفقنا بهم صحيح هذيما في تونس، فقنا بالخزعبلات اللي يعملوا فيها السياسيين، ما ننتخبوا كان الناس الصناديد الناس الرجال الناس اللي تحب البلاد. تتعاطف معاهم ولا؟ لا ما نتعاطف مع حتى حد، خاطرهم كلهم هذيك افلام يعملونا فيها باش الشعب يسكت وباش يعملوا لهم كل حاجه معناتها هكا راهو شوف على خاطرك انت ايش عمل وايش عمل، هو هذاك كله ما فماش. هذه مستغلوا في الظرف بالعاني وزعمة زعمة هم على خاطر باش يلقاو مدخل باش يحبوا يرجعوا من أول جديد يتليه يعاودوا يرجعوا من أول جديد. زعمة هم مع كان جاوا مع الشعب هاو قال كلمته، هانا نحن مع الشعب هانا صابرين، هاني يا اخي انا مش مواطن مانيش من الشعب، هاني راضي بالوضع راضي الحمد لله بحول الله ان شاء الله ما ثم كان الخير ما ثم بلادنا كان الخير. قاعد تو قاعدين انا تو المده هذيا ثم الجمعه اللي فاتت معمل السرق رجع يخدم مخبر متفرج حتى بلاتو حتى وسيله اعلام خبرت عليه، معمل القصرين رجع يخدم ما خبروش عليه بالكل. ثم مولد عملوه الصيف السنه خدم 20% وما انقطعش الكهرباء في تونس كله خبرات تونسيه، عملوه مولد في رادس ما خبروش عليه. الايجابيات عمرك ما يسمعوا، حطوا لك على حاجه ايجابيات يخبروا كان على السلبيات. عاملين حرب ناس ماهمش توانس صدقيني ليهم توانس، على خاطر التونسي الاصيل يحب بلاده ويغير بلاده ويصبر على بلاده. كي نشوفوا المقرات الحزبيه نتاعهم اللي هي معناتها اغلبها فاخره، نشوفوا في اجور الاداريين اللي يخدموا معاهم في المسيرات في الاحتجاجات، نشوفوا فيهم حافلات تجي من اقصى الجنوب لاقصى الشمال تجيبهم. حسب رايك من اين لهم هذا؟ منين ليهم؟ من فلوس الشعب. منين ليهم؟ من فلوس الشعب اللي كانوا يلموا فيهم ويحطوهم تحت منهم. منين هذاك تو يستخدموا بيهم يخرجهم في وقت الحاجة هكا ولا باش يطيحوا بيهم الناس الاخرين؟ هذيك هي الحكاية. ما خاطر باش ما يحبوش الرئيس يخلط الحاجة يعملوا برشا حوايج راه ولي هذايا هكا برشا حاجات معناتها يعملوا ما عادي. شيء يأسف أسف بصراحة، حسب الله ونعم الوكيل في البلاد. والله يا أختي مش نقول لك ياسر جوعونا ياسر أختي ياسر جوعونا والله حسب الله ونعم الوكيل فيها.
سكر مرشنوار، زيت مرشنوار، هم مرشنوار، كيف كانت هكا؟ الفترة هذه من 2011 لتوا أنا مصلي عني بيه تو محسوبة قريب 70 سنة. ما ريتهاش حتى في العالم ما تلقيهاش. كدوري العالم ما تلقيش الفترة هذه ما شنو الحالة هذه من ماشيين بها البلاد؟ يعني كي نشوفوا سياسي يدخل في إضراب جوع وتدهور حالته الصحية، هو حاس فعلا بالوطن؟ إي بالطبيعة بالطبيعة، ما دام البلاد واقفة يا رسول الله.